موعد جديد وصدى الأقلام والبداية بالعناوين. في العربي الجديد نقرأ عن ساحات وميادين التظاهرات في العراق التي تستعيد زخمها وتنديد بالتدخل الإيراني. في الهيئة نت متظاهرون غاضبون يقطعون الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر بالبصرة. في العربي اللندنية نقرأ عن تحالف البناء الذي يفضل استقالة برهم صالح على سحب ترشيح العيداني. أما في القدس العربي فنقرأ عن حلفاء إيران في العراق وهم يشنون هجوما على صالح وخطبة السيستاني تخلو من السياسة. في الخليج الإماراتية تهديدات بالقتل تدفع الرئيس العراقي للخروج من بغداد. وفي البيان الإماراتية لترويع البعثات الدبلوماسية محاولات إيرانية للسيطرة على المنطقة الخضراء. وأخيرا من موقع عربي 21 مقتل أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية قرب كركوك. أهلا بكم. كشفت صحيفة إندبندنت عربية أن ميليشيا حزب الله العراقي أرسلت طائرات مسيرة محملة بعبوات ناسفة فوق قصر السلام مقر إقامة رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح في بغداد، وذلك بعد إعلانه رفض تكليف مرشح تحالف البناء لتشكيل الحكومة المقبلة. وأشارت الصحيفة إلى برهم صالح إلى أن برهم صالح غادر بغداد إلى السليمانية وسط تواتر الأنباء عن تعرضه لتهديدات مباشرة بالقتل من قبل أطراف على صلة بالحرس الثوري الإيراني. الصحيفة قالت إنه بالنسبة لكثيرين فقد أحبط برهم صالح آخر خطط طهران لضمان وجود رئيس وزراء موال في بغداد عندما اعتذر عن تكليف أسعد العيداني الذي يوصف بأنه أحد رجال الحرس الثوري الإيراني بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مؤكداً استعداده للاستقالة من منصبه إذا لزم الأمر في حال تواصلت الضغوط الخارجية ما وضعه في مواجهة مباشرة مع إيران. وتنقل الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن كتائب حزب الله العراقية وهي ذراع الحرس الثوري في العراق أرسلت طائرات مسيرة عصر الخميس 26 ديسمبر كانون الأول لتحلق فوق قصر السلام وهو المقر الرسمي لرئيس الجمهورية في بغداد، مؤكدة أن الطائرات المسيرة كانت مسلحة بعبوات متفجرة. وأضافت الصحيفة أن المصادر أكدت أن كتائب حزب الله تملك موقعا قريبا من قصر السلام سبق لها أن استضافت فيه قادة في الحرس الثوري من بينهم قاسم سليماني قائد فيلق القدس، مشيرة إلى أن النسخة العراقية من حزب الله اللبناني استخدمت تكتيك الطائرات المسيرة بشكل أكبر خلال الأيام الأخيرة مع رئيس الجمهورية لا سيما خلال بعض لقاءاته الرسمية مع دبلوماسيين أجانب. وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن حملة الطائرات المسيرة ضد برهم صالح ترافقت ورسائل بالقتل تلقاها رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة الماضية بعد رفضه 3 مرشحين تقدم بهم تحالف البناء لخلافة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي. رئيس الوزراء هزم فاستقال، رئيس الجمهورية انتصر فاستقال، لم يبقى سوى رئيس مجلس النواب في منصبه محنطا، وهو منصب يقال إنه أنفق عليه أكثر من $1,000,000. فاروق يوسف يتساءل في صحيفة العرب اللندنية من هو المهزوم ومن هو المنتصر في طرفي المعادلة في العراق؟ هل هو ما تطلق على نفسها جبهة الممانعة والمقاومة ضد أمريكا وإسرائيل؟ أم أنه الشعب الذي يقف على الضفة الأخرى من نهر دجلة محتجا تحت نصب الحرية في ساحة التحرير؟ ما يلفت النظر أن جبهة الممانعة والمقاومة التي يترأسه نور المالكي صارت في حيرة من أمرها وهي تراقب مقاومة من نوع آخر تتشكل في الشارع العراقي.
تلك هي مقاومة الحقيقة التي فشل الواقع السياسي في فرض إملاءاته عليها، بل صار شروطها بمثابة مرجعية لا يمكن تجاوزها. مشكلة جبهة الممانعة المرتبطة بإيران أنها لا يمكن أن تتصور وجودها من غير سلطة. في المقابل فإن مقاومة الشارع التي صنعها المحتجون لا تحتاج إلى أن ترتبط بأي دولة لتخلق سلطتها. خلق المحتجين الشباب واقعا يشبه الحقيقة، في حين كان الواقع الذي فرضته الأحزاب يتناقض تماما مع الحقيقة. لا يصدق عرابو العملية السياسية في العراق أن صراعهم صار محليا، فهم أصلا لا يعترفون بالعراق وطنا. حين فتح حكام العراق أعينهم مضطرين، اكتشفوا أن هناك شعبا. ذلك الشعب صار في إمكانه أن يقيل رئيس الوزراء ويدفع رئيس الجمهورية إلى الاستقالة، وهو ينظر باستخفاف إلى السلطة التشريعية لأنها لا تفهم شيئا فيما أوكل إليها. لقد استعاد ذلك الشعب في لحظة وعي قدرته على أن يكون مرجع السلطات، وكما لم يكن متوقعا فإن السلطات كلها عادت إلى الشعب. الكاتب يقول أيضاً إن عراق اليوم هو عراق آخر، عراق لا يشبه في شيء ذلك العراق الجديد الذي أقامه الأمريكان على ركام الدولة العراقية في عام 2003. فقد كانت هناك كذبة العراق الجديد التي انتصر عليها العراق الحقيقي. يبدو أن الكتل والأحزاب والميليشيات المسلحة الحاكمة في العراق لم تستوعب بعد طبيعة ثورة تشرين العظيمة، فما زالت هذه الكتل والأحزاب تتعامل معها على أنها شبيهة بتظاهرات المحدودة أو المناطقية والتي تمكنت من إنهائها سابقا بالتحايل عليها وبوعود وردية وبعض الإصلاحات الشكلية، أو بإلصاق تهم باطلة تبرر لها استخدام القوة العسكرية. هذا ما أشار إليه عون القلمجي بمقاله المنشور بصحيفة العربي الجديد. هذه الطغمة الفاسدة لن تتخلى عن أساليبها القمعية لإنهاء الثورة، على الرغم من الفشل الذي واجهته في ساحات التحرير والخلان والسنك، وكذلك في مدن الناصرية والعمارة والديوانية والبصرة وكربلاء والنجف وبابل، حيث صمد الثوار بصدورهم العارية أمام القوة العسكرية والرصاص الحي الذي استشهد فيها مئات وجرح الآلاف. وهذا ما يفسر إصرار هذه الطغمة على تشكيل حكومة من داخلها أو من شخصيات مستقلة تدور في فلكها، لتبقى ممسكة بالسلطة وأدواتها القمعية وقواتها العسكرية. تواصل هذه الثورة وهي تدخل شهرها الثالث نشاطاتها السلمية لإسقاط هذه العملية السياسية برمتها من حكومة فاسدة وبرلمان مزور ودستور ملغوم وقضاء مسيس ومؤسسات محاصصة طائفية وعرقية وميليشيات مسلحة، الأمر الذي بات يهدد السلطة بالانهيار الكامل. يشيع بعضهم ويروج وينصح بحقن الدماء ويطالب الثوار بقبول أنصاف الحلول، بمنح فرصة جديدة للحكومة المرتقبة لمعالجة آفات الفساد المالي والإداري وإنهاء المحاصصة الطائفية وحصر السلاح بيد الدولة وحل الميليشيات المسلحة. ولكن هؤلاء نسوا أو تناسوا أن هذه الوعود فقدت مصداقيتها جراء تنصل جميع الحكومات السابقة منها، بل سبق لمثلها أن تم توظيفها لخدمة محاولات الالتفاف على مطالب الثوار ودماء الشهداء. عون القلمجي يرى أيضا أن الثورة في العراق في طريقها إلى الانتصار لتوفر جميع عناصر القوة فيها من قيادة وتنظيم وإدارة وأيضا عمل إداري فولاذي. ويقول أيضا يقابل هذا استمرار السلطة في غطرستها وعنجهيتها وفسادها وسرقتها أموال الدولة والعبث بشؤون البلاد والعباد، حتى بات دفاع أزلامها وأقلامها المأجورة عنها أمرا صعبا ومخجلا للغاية.
خصصت صحيفة التايمز البريطانية افتتاحيتها للحديث عن المظاهرات في العالم العربي أو الربيع العربي رقم 2 كما جاء فيها. وتقول الصحيفة إن أكثر من 60% من سكان الشرق الأوسط من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً وهم يشعرون بالإحباط والغضب من فساد الطبقة الحاكمة وتدخل الأجنبي، الأمر الذي ينذر بأن تكون الموجة الثانية من الربيع العربي أكثر غضباً وعنفاً من الموجة الأولى التي اندلعت عام 2011. الصحيفة تقول إنه منذ نحو 10 سنوات أدت هذه العوامل ذاتها إلى خروج مئات آلاف من الشباب العرب للتظاهر فيما أصبح يعرف باحتجاجات الربيع العربي، والآن عاد المتظاهرون إلى الميادين أكثر حكمة ولكن أيضا أشد غضبا. وتضيف أن الاحتجاجات الآن في دول كانت على هامش الموجة الأولى من احتجاجات الربيع العربي، ففي الموجة الأولى كانت تونس ومصر وليبيا وسوريا والمغرب والبحرين، والآن العراق والجزائر ولبنان. وترى الصحيفة أن لبنان والعراق على وجه الخصوص يمثلان خطراً، لأن الاحتجاجات تمثل تحدياً لنفوذ إيران في مؤسساتهما السياسية، فطهران لا ترغب في أن يقل نفوذها في المنطقة. وتعتقد الصحيفة أن هناك من يراهن على استخدام إيران القوة في العام المقبل ضد الدول التي تعدها وكيلة لها، وهو ما يعني قرع طبول الحرب في الشرق الأوسط كله. وترى الصحيفة أن الربيع العربي في نسخته الثانية يمثل تهديداً آخر، فإذا تم قمع المتظاهرين وشعر المتظاهرون بالغربة والتجاهل في أراضيهم فإنهم سيستقلون القوارب ويهاجرون إلى الغرب. وتقول الصحيفة إنه لا يوجد ما يدعو للاعتقاد أن الربيع العربي الثاني سيختلف عن الربيع العربي الأول، ولكن لا يجب على الغرب أن يفقد الأمل في عملية الإصلاح. جاء في افتتاحية التايمز البريطانية أيضاً أن المتظاهرين في العراق ولبنان لا يتظاهرون فقط ضد البطالة وارتفاع الأسعار وقلة الخدمات، ولكنهم يريدون أيضاً وضع حد للنظام الطائفي والديني الذي بني على أساسه نظام الحكم في البلاد. اتهمت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية كل من رئيس النظام السوري بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمسؤولية عن المعاناة الأخيرة للسوريين في إدلب. وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إن الأسد وحلفائه الروس والإيرانيين مارسوا سياسة دموية واستراتيجية منظمة للسيطرة على مناطق المعارضة من خلال قصف المستشفيات والمدارس والأسواق، وعندما واجهوا ضغوطا دولية وافقوا على شكل من أشكال وقف إطلاق النار ليعودوا بعدها مرة أخرى وبعد توقف أشهر للاستراتيجية ذاتها. الصحيفة تشير إلى أن النظام السوري وحلفائها الروس عادوا إلى قصف محافظة إدلب شمال سوريا، ودفع 100,000 مدني للهروب صوب الحدود مع تركيا. وتفيد الصحيفة بأنه في وقت أحكمت فيه تركيا إغلاق حدودها مع سوريا، فإن اللاجئين لن يجدوا مكاناً يهربون إليه، لافتة إلى أن إدلب تمثل مشكلة معقدة لتركيا والدول الغربية، مشيرة إلى أن سياسة الروس والسوريين إعادة السيطرة عليها من جديد لا تستهدف المتشددين بل المدنيين. وتنوه الافتتاحية إلى أن الدبلوماسيين الأتراك وجدوا أنفسهم في هذا الأسبوع يناشدون روسيا لوقف القصف في الوقت الذي لم تعد فيه الولايات المتحدة التي كانت تقوم بالمقايضة مع روسيا سوى مراقب عاجز، لافتة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر في تغريدة له روسيا وإيران من مواصلة قتل المدنيين في منطقة إدلب. وتقول الصحيفة إنه كما برز في تغريدة ترامب فإن تركيا تعمل بجهد كبير لوقف هذه المذبحة، ولدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الفرصة الكبيرة لمنع الكارثة الإنسانية، ويبدو أنه يحاول حيث ذكر
المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدداً من العربات العسكرية التركية اجتازت الحدود التركية إلى سوريا، ويمكن للأتراك استخدام الدبلوماسية وتعزيز مواقعهم العسكرية وتحييد المتطرفين لمنع الهجوم. تختم واشنطن بوست الأمريكية افتتاحيتها بالقول إن هذا كله لا يمنع من تحميل الأسد والرئيس الروسي المسؤولية عن الموجة الأخيرة من العنف، مشيرة إلى أن الكونغرس أقر في الفترة الأخيرة قانونا جديدا يعاقب الحكومة السورية وكل من يتعامل معها بما فيهم روسيا، وعلى المشرعين التأكد من تطبيق هذا القانون. نشرت مجلة ذا أتلانتيك مقال للكاتب والصحفي سامانث سبرامانيان يقول فيه إن المتظاهرين في الهند يحاولون إنقاذ الهند الليبرالية ومنع التعصب من أن يصبح قانونا للبلاد. ويضيف الكاتب أنه لمدة 3 أسابيع هزت الاحتجاجات الهند، وزادت الجماهير يوميا الذين يجوبون الشوارع والحدائق وساحات الجامعات في المدن ويعبرون عن غضب كبير، لكنهم يحتجون بسلام رغم ذلك. الكاتب يشير إلى أنه في دلهي التي يحفظ وزير داخلية مودي فيها الأمن، وفي الولايات الأخرى التي يحكمها حزب مودي، أظهر عناصر الشرطة وحشية معهودة، فقاموا بضرب المتظاهرين بعصي ثقيلة وأطلقوا الغاز المسيل للدموع داخل مكتبة الجامعة، وقاموا باعتقال الناس حتى الأطفال، واحتجزوهم في محطات الشرطة، ومنعوا المحامين من الدخول لتمثيلهم. ويستدرك الكاتب بأنه مع ذلك حصلت المظاهرات، واستغلتها الشرطة لإطلاق النار والنهب وقتل 25 شخصاً وتم اعتقال المئات، وقامت الدولة بالاستيلاء على الممتلكات دون أي إجراء قضائي، وداهموا البيوت لتكسير محتوياتها. ويصف الكاتب الوضع قائلاً إن المظاهرات أصبحت أكثر نقطة مشرقة في ديمقراطية الهند على مدى سنوات. ويشير الكاتب إلى أن حزب مودي بهاراتيا جانتا لم يخفي أولويته في تحويل الهند من دولة علمانية إلى دولة هندوسية، وتم ترجمة هذا عملياً بإبداء كراهية واضحة للمسلمين الذين يبلغ عددهم 182 مليوناً وهم أكبر أقلية دينية في الهند، وقانون الجنسية منح هذا التمييز شكلاً وجوهراً. وعلى مدى 5 سنوات اللاحقة أصبحت الهند بلداً يمكن فيها للرعاع أن يهاجموا المسلمين ويقتلوهم دون عقوبة. الكاتب الصحفي سامانث سبرامانيان يختم مقاله بقوله إن التظاهرات كانت كبيرة ومتنوعة وانتشرت في أنحاء الهند كلها، ولم يقم أحد بتنظيمها أو استغلالها، واستطاعت استيعاب قسوة الشرطة، واستمرت على أمل أن توقف القومية الهندوسية اضطهادها للمسلمين، وهو ما يعني أن العقد الحالي ينتهي بملاحظة، وهي أن المقاومة لا تزال مستمرة. أعلنت الحكومة الهولندية أنها ستتخلى رسمياً عن لقب البلاد المعروف هولندا، ولن تستخدم سوى اسم نيثرلاند في محاولة لإعادة تسمية صورتها الدولية بحسب ما نشرته صحيفة القدس العربي. وسيبدأ التغيير اعتباراً من شهر يناير كانون الثاني المقبل، ولن تتمكن الشركات والسفارات والوزارات والجامعات إلى من الإشارة إلى الدولة باستخدام لقبها الرسمي. وفي السابق استخدم مجلس السياحة والاتفاقيات في هولندا كلمة هولندا ورمز الخزامة الهولندي كشعار له، وكان الدافع وراء التحول من هولندا إلى نيثرلاند هو رغبة القطاع السياحي في تمثيل البلد بأكمله، حيث يشير لقب هولندا إلى 12 مقاطعة في هولندا. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية إنه من الغريب أن يتم الترويج فقط لجزء صغير من نيثرلاند في الخارج، أي يقصد هنا هولندا فقط.
نذهب وإياكم إلى الكاريكاتير. نهاية صدى الأقلام مشاهدينا الكرام، طاب نهاركم وإلى اللقاء.